علمت أخبار اليوم من مصادر مطلعة يومي الأربعاء أن إدارة القناة الثانية لم تتوصل بأي إنذار مكتوب من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول اللباس التي دارت به الفنانة المغربية سلمى رشيد خلال أحد البرامج التلفزية. وقالت مصادرنا إن اختصاصات الهيئة الهاكا لا تدخل في هذا الإطار، خصوصا وأن السروال الذي كانت ترتديه سلمى رشيد يعتبر عاديا ولا يخدش بالحياء المشاهد المغربي. وكانت سلمى رشيد قد واجهت موجة من الانتقادات السلبية بعد مرورها ببرنامج كنتي كي وليتي بسبب سروالها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق.